الحلقات ال19 والرابعة من مسلسلات النص التاني من دراما رمضان الخاصة بالمسلسلات الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث مشوقة. في الحلقة 19 من مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن شهدت إن مربوحة بلغت الكبير بإنها كدبت عليه في إنها مش حامل، وده لإنها ظنت إنه بيخونها، لكن الكبير أكد لها إنه بيحبها ومش هيخونها أبداً. كمان جوني بلغه بالحقيقة وقال له إن العترة سرق اللابتوب من المدرسة، وهنا الكبير بياخد فروحة وأهلها وبيوقفهم في الحديقة وبيضرب عليهم الألوان بالمسدسات هو والعترة وجوني. اللاب كان عليه الدرجات وجوني قال لي إني سقطت فخفت لا تعرف، فقلت اسرق اللاب واغير الدرجه، لكن للاسف اللابتوب باظ. في الحلقه الرابعه من مسلسل فراوله اتكلم الطبيب النفسي الدكتور ابراهيم مع والده شوقي حول المستريح، وهو شخص نصاب حصل على اموال من المواطنين وبيقوم بتشغيلها وبيمنحهم الارباح وجمع ملايين وتم القبض عليه. في الحلقه كمان ظهرت علا رشدي في كافيه ومعاها صديق جديد اتعرفت عليه عن طريق الانترنت، لكن بدات كذبته بان اسمه سليم وبعدها اعترف لها انه تيمور. واستعانت علا بفراولة وكانت بتراقبهم من بعيد لأن صديقتها خايفة من الموقف لأنها مش مستعدة لفكرة الارتباط، خصوصاً إنها على كرسي متحرك. وهنا حاولت فراولة إنقاذ الموقف بعد ما لاحظت توتر صديقتها، فراحت لها وقالت يلا بسرعة علشان عندنا دكتور. فراولة معلش اتأخرت عليك. أيوة فراولة. عندنا مع الدكتور فجأة وما عرفناش بس فرصة سعيدة، مع إني أنا جاي في ميعادي بالظبط. معلش حاجة على المانجا والنبي. طب هشوفك تاني؟ شكرا تيمور سليم. طب هشوفك تاني؟ إن شاء الله أكيد. قدامي. شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بقينا اتنين استمرار توتر العلاقة بين الزوجين ياسمين وأدهم، وبدأوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض في الصحراء بسبب انفجار كاوتش السيارة اللي بيشاركوا بيها في سباق الرالي، وبدأ كل طرف فيهم يحمل الطرف التاني مسؤولية اللي حصل بدل ما يفكروا في حلول للأزمة. أنا كمان نفسي نتخطب ونتجوز وكل الكلام الحلو ده. سيف أنا ما شفتش اتنين متجوزين مرتاحين خالص. معلش يا حبيبتي أنا آسف كلامك مش مظبوط، اسمحي لي أعترض هنا. بدأت الحلقة 19 من مسلسل امبراطورية ميم باقتحام محمد محمود عبد العزيز لمكتب مختار أبو المجد وحاول يجبره على التصوير معاه، لكن مختار رفض بأدب، ومع إلحاح محمد محمود عبد العزيز بيضطر يطرده هو وفريق العمل من مكتبه. وشاهدت الحلقة كمان زيارة مروان أبو المجد لكلية الحقوق في جامعة القاهرة علشان يسأل عن الدكتور أحمد اللي متقدم للجواز من أخته، وبيأكد له إن الأفضل يسمع منه ويسأل عنه منه هو شخصياً عن حياته وعن مستواه المادي والاجتماعي وطريقة تفكيره. هاي أقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم، ده العلم اللي بيقول كده مش أنا. توالت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين والنجم عائشة بن أحمد. شهدت الحلقة علم مروان بوفاة ابنه الحقيقي بعد الوصول لمحل إقامته في الإسماعيلية، ورجع بسرعة للقاهرة وقابل زوجته ليلى وخبى عليها خبر الوفاة وقال لها إنه ما وصلش لمعلومات جديدة. يعني التحليل ده لو طلع إيجابي هيحصل إيه؟ هنضمن إن في متبرع. كشفت الحلقة 19 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج عن أحداث كتير. عمر راح لطليق أخته منار وطلب يساعدهم في علاج فرح من الإدمان، وده لأنه طبيب نفسي، لكن عمر أصلاً ما يعرفش إن فرح هربت من البيت. وافق أدهم على مساعدته وقال له إنه بالفعل راح لفرح المدرسة لكن ما لقاهاش هناك، وهنا قال له إن والدته حبستها في البيت، وأكد له أدهم إن ده أكبر خطأ ومش هتتعالج بالشكل ده أبداً. ماما ضربتها وحبستها في الفيلا، ده غلط، أكبر غلط يا عمر. طب نتعامل معاها إزاي؟ هقول لك.